نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف مؤتمرا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام. كما شهد المؤتمر التعريف بأعمال التطوير والتي شهدتها قرى المحافظة، ولم يتوقف دور المؤسسة على أعمال التطوير ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية فحسب، بل تطرق دورها إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات توعية للمواطنين بالدور الوطني ودعم الدولة، ومنها ندوات دعم القضية الفلسطينية. حفل جميل جدا بتقيمه حياة كريمة من أجل المساندة والتعضيد لشعب، أنا دايما بحب أقول كمان فلسطين أكتر ما أقول غزة، لأنهم بيقتصروا المشكلة كلها في غزة، لكن احنا بنطالب بأن تكون فلسطين دولة مستقلة بتعيش في سلام وفي هدوء. احنا النهاردة كنا في يوم مهم جدا لدعم القضية الفلسطينية ولإبراز دور مؤسسة حياة كريمة في دعم القضية الفلسطينية والأهالينا في غزة. اتكلمنا كمان عن المشروعات المهمة اللي احنا عملناها في خلال 2023 على مدار عام كامل. مؤسسة حياة كريمة كان لها دور بارز جدا في المجتمع في محافظة بني سويف في مبادرات خدمية وصحية،